وما زال الحلم مستمر إن شاء الله. إن شاء الله دائما يظل الحلم والأمل دائما دائما إن شاء الله. على كل إن لاحظنا غياب عدد كبير من الفنانين العرب، فنانين الغناء طبعا العربي الكبار، شو السبب يا ترى؟ اللي غنوا زي ما بيقولوا الجود من الموجود، يعني هذا أول شيء لازم نقوله. فلازم أول شيء نشكر اللي أجوا، لأنه هي دعوة. أنا إنسان شفت إنه أدعي أيمن إنه يجي يساعدني في الفكرة وفي الحلم. هلا ممكن يكون أيمن ظروفه مش مساعدة، ممكن يكون أيمن خايف كتير على اسمه، ممكن يكون غير مقتنع، ممكن يكون ظروفه. مش لازم نقول ليش غابوا. أنا لازم أقول شكرا على اللي أجوا، وأعتقد إنه كل واحد كبير كان أو صغير كان في مش هاي القضية انه هو اجا وغنى غنى معنا. وانا اعتقد كل موجودين نجوم، يعني انا لا اعتقد انه تمسك دولة مثلا الكويت نبيل شعيل، قطر علي عبد الستار نجم، سوريا أصالة، عمر عبد الله من الأردن، ولي توفيق من لبنان، ديانا حداد، إيهاب توفيق، أنوشكا، لطفي بوشناق زي ما قلنا، يعني ذكرى من تونس، أحمد فتحي، أحمد الجميري من البحرين، أعتقد نجوم كل دولة، يعني كل دولة نجومها. فنعتقد يعني كان طيب يعني التواجد. يعني بالك ممكن المجتمع يتأثر بانتماءات الفنان الفكرية السياسية، ممكن يكون له تأثير واضح على الشعب. هو في شيء مثل كتير بحبه أنا، بيقول اللي ما يعرف العنى ما يعرف الرخى. حلو. أنا مش عايز الناس تعاني، أنا عايزها تحس بالمعاناة، يعني هي مجرد الإحساس يوصل الرسالة. وأنا أعتقد أنه أكيد الناس بتحس في الحلم العربي أنه فعلا في معاناة لناس آخرين. الحياة مش كلها حلوة، الحياة مش كلها وحشة، لكن لابد نحس بالآخرين. أكيد بك تجربة أولى في الحلم العربي كان فيها مآخذ وأخطاء، فهل كان في هناك عملية إعادة تقييم لهذا العمل حتى يتم تفادي الأخطاء هاي في الأمل العربي إن شاء الله؟ والله الحلم العربي كمهرجان هو هذا جزئية، أما الحلم العربي كأوبريت أنا أعتقد برأيي الشخصي لا يوجد فيه أخطاء. يعني أو يمكن في وجهات نظر فنية ممكن نستمعها من الآخرين، لكن كمهرجان جائزة الغناء العربي الحلم العربي كان فيه طبعا أول مرة. يعني أنت اليوم لما تعمل مهرجان لأول مرة تستقطب 600 شخص، 600 فنان، أين حدث هذا في تاريخ العالم العربي أن يكون 600 فنان في بقعة واحدة في مكان واحد يشجعوا ويأيدوا اللي بيغنوا ويأيدوا التظاهرة؟ لابد لما أنت تحط هالكم من النجوم مع بعض لابد يكون النتيجة الحتمية شوية جروح، يعني هذا شيء طبيعي. إضافة أنه كان في بعض في رأيي الشخصي بعض العجز المادي، لأن المادة بتحل كل المشاكل. لما يكون عندك ضيق في المادة بتصير تخنق على غيرك، يعني فهي الشيء يمكن الناس مش قادرة تقيمه، انه لو كان في قدرنا نلم سبونسر اكتر او دعم مادي اكتر انا اعتقد انه كان 80% من المشاكل حلت. اضافة انه التنظيم كان لاول مرة، فلابد يكون في شوية هفوات يعني تعدل في الثاني ان شاء الله. نأمل انه ما نشوف طبعا الهفوات هذه في الامل العربي ان شاء الله، يعني الامل يؤدي الى الثالث ونكون اقل الى ان نوصل الاوسكار. اليوم عمره 69 70 سنة، انا متأكد لو رجعنا للاوسكار من سنة 32 اكيد مختلف عن شكله اليوم، انا متاكد اكيد كانوا مدربكين من غير النهارده. فالوقت والخبره لها حكمها اكيد. واعلاميا ما اخذ حقه في البدايه الاوبريت الحلم العربي، ما شفنا الا مجددا على القنوات الفضائيه. الحلم العربي كان في عده انتقادات عليه كثيره، منهم من نجوم احتجبت، منهم ما فهمش المهرجان ايش هو، افتكروا مهرجان غنائي مادي، ناس بيغنوا وناس بيروحوا. منهم من مش قادر على التنافس، المنافسة الرياضية بالنسبة له موضوع صعب، مش عايز يخش منافسة. منهم من ما قدرش يعرف انه اللعب جماعي مش فردي، هو عايز يبقى فردي. عدة وفي كان بعض التقصير يعني منا كأول مرة بننظم، ولكن أنا أعتقد أنه لو كان عدى 51% فنجح، ولو عدى أقل من 50% لكان وقف. فأنا أعتقد بمجرد أنه وصل للنور وللمسرح هذا نجاح في حد ذاته،
ونأمل إن شاء الله الثاني يكون أحسن والثالث يكون أحسن. إن شاء الله.